بصراحة عروتنا. استعرضنا وحكينا عن تواتر الناس على نشر صورة لدوار في منطقة حوارة مدينة إربد، وحتى نستقصي عن هذا الموضوع نشوف، لأنه وصلني رسالة حقيقة، وأنا بشكر حبيبنا صهيب الحموري بأنه كان في هنالك رد من مدير أشغال إربد بخصوص هذا الموضوع، وإعلان من مديرية أشغال إربد بأن هذا الدوار ليس له علاقة بأشغال إربد، وإنما هو نفذ على شارع بغداد بين حوارة والرمثة، ونسبته إلى أشغال محافظة إربد عاري عن الصحة. وحسب ما أفاد حبيبنا صهيب بأنه في اتصال هاتفي مع المهندس معنا الربضي مدير أشغال إربد، أفاد بأنه سيقوم غدا صباحا بإزالته لأنه غير قانوني. هلأ معنا على الهاتف مدير المرور في بلدية إربد المهندس حسان العكور. مهندس حسان، أسعد الله صباحك. والله صباحك الخير أنت والأخوة المستمعين والمشاهدين. تحياتنا لك حبيبنا، حياك الله. إربد الحبيب الغالي، كيف الأوضاع الطقس؟ ما شاء الله بالسلامة. كله زين الغالية. الله يقويك. الله يسلمك. شو قصة الدوار يا أستاذ حسان؟ والله قصته سيدنا من حوالي 4 سنين، إخواننا سكان حوارة اشتكوا لعطوس المحافظ من وجود صهاريج مياه كبيرة بتمر من خلال البلدة. البلدة حوارة بجوز تعرفها، شوارعها ضيقة ومعهورة بشكل كثيف بالسكان. صحيح. عطوفة المحافظ أخذ عطوفة رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ومدير الأشغال وأعضاء من المجلس التنفيذي، وخرجوا إلى منطقة حوارة واجتمعوا مع الأخوة المواطنين واستمعوا احتياجاتهم، واللي كانت أهمها موضوع إخراج صهاريج من منطقة حوارة. طبعا حوارة أخي الكريم تعرف في شرقيها بحوالي كيلو في 3 آبار مياه جوفية. أوكي. طبعا البلدية بسبب أنه حوارة تابعة للبلدية إداريا وتنظيميا، المهندس حسين بني هاني الله يعطيه العافية تبنى موضوع أنه ننفذ شارع عرضه 20 متر بطول 2 كيلومتر، كلفنا أكثر من 70,000 دينار، وأخذنا قرار من خلال لجنة فنية للسلامة المرورية في المحافظة اللي تمثلها جميع الجهات من أشغال وبلدية وجمعية وقاية وهيئة نقل ومحافظة وقسم سير إربد بعمل دوار في التقاطع. هذا حكي كان من 6 أشهر أجينا ننفذ، كان في شوية عوائق من أعمدة عملت كهرباء وأشجار حرجية. تم مخاطبة الجهات المعنية من الشركة والزراعة من خلال إخواننا في دوائر زراعة البلدية والصيانة والتنفيذ، وأخيرا قبل أسبوع تم إزالة العوائق. الآن الحمد لله قامت البلدية بفتح التقاطع على سعة التنظيمية، وقمنا بالأمس بتنفيذ الدوار. تفاجأنا مساء أمس أنه بعض الإخوان من سكان حوارة ضد الدوار، أجينا اليوم قال أهل حوارة يقول لا الدوار ممتاز ما بدنا نشيله وخلونا إياه وحللنا المشكلة، بس كملوا لنا أعمال التنفيذ، لأنه إحنا بلشنا امبارح اليوم عم نكمل يعني دوار تحت أعمال التنفيذ بعده لسه لم يكتمل. طب يا مهندس حسان، نعم، حسب فهمي البسيط في موضوع الطرق، أنت البركة، أنا لم أصدف في حياتي دوار على مثلث. نعم. هذا الشارع مثلث. نعم. حرف تي. نعم. بعرف الدوار بيجي على تقاطع رباعي. نعم. كيف يعني شو سيدنا. الدوار بعلم المرور يسمى ميدان مش دوار كدائرة، يعني قد يكون أي شكل يسمى ميدان وليس دوار من ناحية مرورية. التقاطعات زي ما تفضل قد تكون ثلاثية أو رباعية أو حتى خماسية. الآن التقاطع الموجود زي ما قلت عطوتك هو تقاطع ثلاثي فعلا، لأنه بربط شارع الشرق حوارة نفذناه إحنا مع شارع بغداد حوارة. الآن الحل المروري لازم يتنفذ يكون حل يتحمل مروريات ثقيلة اللي هي تنكرات مي أو صهاريج مي طولها 20 متر وزنها 30 طن إلى 50 طن. الإشارة الضوئية، عملت إشارة ضوئية أخي الكريم زي ما مثل مشاكل مثلا طريق مادبة وطريق عقبة خلفي ما راح تخدم وراح تسبب مشاكل وحوادث قتل وموت كإشارة ضوئية. كان البديل لأنه نسبة الانعطاف لداخل حوار من إشارة رئيسية عالي جدا راح تكون، كان لابد من وجود دوار. الحمد لله عملنا دوار وصممناه وعملنا فيه. إحنا من باه اليوم بالموقع الحمد لله ما في أي إشكال مروري في الموقع، هي عملية ضجة إعلامية مش عارف شو هدفها الصحيح. ضجة إعلامية أخذت عليكم. نعم. ولكن انتم مقتنعين بانه الدوار هو الحل الامثل لحل مشكله الصهاريج؟ والله يا اخي ياسر انا بدي اقول لك شغله، انا كنت مقتنع بالدوار 100% لغايه امبارح واحنا النفسيه اتفاجات بوجود مدرسه للاطفال الاساسيه شرق التقاطع عم بيمشوا على جنب شارع بغداد اللي فيه سرعات عاليه، اتفاجات قلت كيف اهاليهم بودوهم على هيك مدرسه. الان انا مقتنع بالدوار 400%. 400%؟ نعم نعم صحيح. طيب ليه كويس والله 400. الحمد لله. وانا طب أنا الحمد لله يعني انا بتفرج قاعد على الصوره على التلفزيون. نعم. نعم. نعم.
يعني الآن واضح بأنه في شاحنة ظهرها للدوار، يعني تجاوزت الدوار. أشكرك. طب لو هذه الشاحنة بده يرجع على الشارع المعاكس بالاتجاه المعاكس، نعم، بده يلف الدوار ويرجع على الشارع نفسه، هيك العملية يعني بتكون؟ نعم مسموح له. نعم الآن دوار مثل قطر 9 متر يعني قطر 18 متر بتلف عليه تريل، لو هي محمية ما بتأثر حق السير الرئيسية. هل نعم هل بدر لدينكو أو وصل إلكو رأي من مديرية الأشغال؟ نعم صحيح. الآن المهندس معنا في الموقع وكان في تصريح لأطوفته أنه بده يزيل الدوار، فإحنا قلنا له الأشغال مقيم معنا في المحضر، فأخواننا أهل الحوار قالوا لا ما بدنا نزيل الدوار. يعني الآن أهل الحوار موجود في الموقع بس تحت الجنب عشان أحكي مع أطوفته. يا عمي الموضوع مش مربوط والله برغبة أهالي، ولا موضوع طيب. بيكون مبني على دراسة، بيكون نعم. مبني على خط سير، كثافة سير، خطورة، نعم. في علم هندسة مرور شوارع. صدقت. نعم. هلا المهندس معن موجود معك موجود معك بالموقع؟ والله انا طلعت عند السياره بعت عنه حوالي 100 متر عشان تحكي معه هناك على التليفون. خلص خلينا هيك زيد هسه يحط لنا اغنيه حشمه لاربد. نعم. ونحكي مع المهندس معن الربضي، خلينا نشوف يعني كان الزلمه طالع بده يشيل هالدوار، شو اللي خلاه يبطل؟ بدنا نفهم السلافه. شكرا جزيل الشكر، بارك الله فيك باشمهندس حسان العكور مدير المرور في بلديه اربد. طوفة مدير أشغال محافظة إربد المهندس معن الربضي معنا على الهاتف. باش مهندس معن صباح الخير. صباح الخير أهلين يا هلا. تحياتنا الله يعطيك ألف عافية. يعني شوف الصدفة الجميلة أنه حكينا مع أخونا العكور وتبين بأنه برضو أنت موجود بالموقع. الآن موضوع الدوار وما دوار وإلى آخره، أنا بسأل تساؤل أنه يعني من هي الجهة اللي بتيجي بتقول والله هذه الدواوير مناسبة ولا مش مناسبة؟ اثنين يعني احنا ليش بعد ما يصير في عنا مشروع بنرد بنرجع وبنحكي بانه يناسبنا ولا ما يناسبنا، وفي بعض الحالات نزيله. السؤال الثالث والاهم واللي خلاني اتصل بحضرتك بانه وصلتني رسالة بانه المهندس معن لديه تحفظ وفي تصريح قال بانه الاشغال ستزيل هذا الدوار. طب الآن ما بين أشغال واختصاص بلدية، يعني بالنهاية كيف العملية بتتم؟ تفضل مهندس معن. أخي العزيز بداية أنه هو اللي تفضلت فيه لما بصير في لجنة بالمحافظة في لجنة السير والسلام العامة. لجنة السير والسلام العامة لما بتتخذ قرار بعمل دوار بمنطقة معينة هذا القرار يتم اتخاذه. ألو معك يا سيدي أنا منصت. يتم اتخاذ القرار ولكن بيجي الدور الآن على الجهة التي ستقوم بالتنفيذ. الجهة اللي قامت بالتنفيذ هي بلدية إربد. احنا لا نريد أن نحمل البلدية أو الأشغال المشكلة أبدا، مش واردة نهائيا هذه الأمور نهائيا، ولكن على الوضع الحالي للدوار مع المواطنين بدهم دوار، بحاجة إلى دوار وبطالبوا بدوار كمجتمع محلي مشان يخفف وطئة الدخول لتنكات المياه إلى مناطق معينة في حوارة. جميل. الآن وضعية الدوار أنا مصر يعني جماعة من زملائي المهندسين أنه وضعية الدوار فيها خطأ، أثناء التنفيذ فيها خطأ. الآن يجب حل هذه المشكلة فقط لا أكثر ولا أقل، أنه عملية تنفيذ الدوار فيها خطأ. طيب الحل ده سيدي موجود الحل، يعني بدنا نعدل على وضعية الدوار. معلش تشرح لنا، الصورة أمامنا موجودة معروضة على شاشتنا على التلفزيون مهندس معن، يعني التعديل المقترح معلش كيف راح يكون؟ سيدي المشكلة هي بالدوار للجهة اللي طالع من الرمسة باتجاه حوارة ما عليها مشكلة، المشكلة بالعكسية اللي جاي من اللي هو الدوار صار بوسط الرمسة. الشارع بوسط شارع هو رئيسي يربط بين مدن. نعم بالضبط هاي المشكلة الحاسية، هذا اللي نحكي فيه احنا، هذا هو انه من حواره باتجاه الرمثة ما راح يشوف انه في دوار، والسياره اللي داخل الدوار بدات تلف بتقول لك انا الي الاولويه بالدوار جوا، والجاي بالشارع الرئيسي بيقول لك له اذا اصبح هناك كارثه مروريه. هاي النقطه اللي بنحدث فيها قاعد. نعم طيب ما السؤال يعني هل هنالك فرصه لازاله الدوار هذا؟ والله احنا قاعدين هسه مع المحافظ والنائب المحافظ واللجنة السير كامله موجوده، على انا حكيت انه تاخر اتصال فيه مشان نقول لك شو قرار اللجنه، بس
أصر إنه زميلتي من الطينية كسر. فلحد الآن القرار لا بدهم دوار، الناس الموجودة هم بدها دوار، بس عملية تنفيذ الدوار تكون بطريقة أخرى تتناسب مع الحركة المرورية. والله يا باش مهندس، أنا يعني أنا هذا مع كل الاحترام لا لا لآراء السكان والأهالي والآخر، ولكن يعني أنا لما بخاطب بعطي الخبز لخبازه، يعني بالنهاية بعطي الخبز لخبازه. هلا لما في مجلس محافظة مهندسين أكفاء، شروى حضرتك حبيبنا العكور مهندس حسين، وبرضه عطوفة المحافظ موجود كحاكم إداري، يعني احنا بالنهاية ما هو مش كل ما يمكن أن يطلب من أهالي منطقة معينة ويتنافى مع قواعد هندسة المرور نستجيب لا لا، يعني في ضوابط. طيب فكرك امتى راح تنتهي المشكلة؟ اليوم يعني راح يؤخذ قرار بالموضوع؟ نعم اليوم راح يؤخذ قرار بالموضوع. لازم يتم اتخاذ قرار طبعا، يعني نجفن عليها بالطريقة هاي. طيب لازم يتم. أسألك سؤال أخير، مدام حضرتك بتقول مجلس محافظة بين أشغال وبلدية ومحافظة إربد، نعم، وبتيجي بعدين بتقول اتخذ قرار وانشئ هذا الدوار وهو خاطئ، واحنا الان هاي معطلين يومنا نشوف الوضع. السؤال، طب ما دام في مجلس واتخذ قرار، كيف تيجي البلديه بتحط هذا الدوار؟ السؤال هذا اساله لهم تيجي، والله ما بعرف انا، يعني بعرفش ما بقدرش اجاوبك. والله يعني والله احسن جواب، يعني احسن جواب واكثر جواب مباشر تلقيته بحلقاتي، اشكرك. نعم. بقول احسن جواب واكثر جواب مباشره يعني تلقيته من خلال برنامجي. نعم، هو المفروض انه احنا نسأل بلدية اربد كيف بتساوي هيك دوار مخالفين لقرار مجلس، احنا بنحكي اشغال مشغال محافظة اربد بالضبط. هم يعني القرار اتخذ كمجلس رائد كرئيس سير انه اوكي، بس ما طلعونا ولا على تخطيط ولا شيء يعني نهائيا. يعني ما اقول انا ما بحب الوم، بلا بدي الوم والله. لا بس يا سيدي يعني بلا مؤاخذة، يعني بالنهاية هذه الخطوة عدم المشاورة، عدم الأخذ بالرأي من مجلس، يعني المفروض أنه تواقيع مختلفة من جهات مختلفة أنه المفروض يكون ملزم. عدا عن ذلك خليني أفك الشراكة وأخلص. معك كل الحق، أنا معك كل الحق، وراح نتابع مع المهندس حسين بني هاني نشوف يعني شو الرد على هذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر باش مهندس، شكرا. سمعتم ورأيتم، يعني احنا قاعدين نحكي نحكي عن حالة الفوضى. انا بتصوري هذه فوضى، عدم التنسيق فوضى، سواء كان بالتواصل او الاتصال، مش عارف، بالتعاون. الان بدنا نجيب جرافات ونقب هالدوار، مش معقول. بالله تعرض الصورة قبل الفاصل، اعرض لي الصورة قبل الفاصل، اعرض لي قبل ما اطلع الفاصل بس احكي هالكلمتين واكفات من الشبات بحلقي. يعني شارع ما شاء الله عليه بجنن، والله بنتمناه بكل مناطقنا، رايح جاي، وفي مثلث عندنا هون بفوت على هالمنطقة هذه اللي هي حسب ما فهمت انه منطقة فيها ابيار مياه فبتفوت عليها. ما لقيتش حل إلا بهالدوار، وشوفوا كيف وسط الشارع، مش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نخرج بآخر فواصلنا، وموهوب بالفطرة بالفعل، الدوار موهوب بالفطرة.